السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين. اليوم جئتكم بفيديو استثنائي لاننا في هذا المقطع بعد ابحاث طويله قمت بفعلها وراء من الكاميرا جئتكم بلائحه الاسماء والشخصيات التي ممكن ان يتم درجها في لعبه جي تي اي 6. قبل 4 سنين توقعنا بان لعبه جي تي اي 6 سيتم على الاقل نشر تريلر خاص بها في سنه 2020، لكن هذا لم يحدث ممكن بسبب ان شركه روستر جيمز لا زالت تربح ارباحا هائله في جراند اونلاين. لهذا السبب لا تريد اخراج لعبه جي تي اي 6، لان اذا اخرجت جي تي اي 6 فلن يتم اي احد جيتي اونلاين. الكل سيلعب جراند 6 وسيلعب الاونلاين الخاص بجراند 6 وسينسى الشباب نهائيا لعبه جيتي اونلاين. وبما ان جيتي اونلاين لا زالت تدير ارباحا جيده على شركه روكستار جيمز، هذا هو السبب الوحيد الذي جعلها تمتنع قليلا عن اخراج لعبه جيتي 6 في سنه 2020، وممكن ان تخرج صراحه في سنه 2022. واذا لم يتم اصدار تريلر الخاص باللعبه في سنه 2022، فاتوقع يا اصدقائي ان لن تكون هناك لعبه اسمها جيتي 6 حتى تمر على الاقل 10 سنين، وهذا محزن جدا. المهم سنعود لموضوعنا الان. كلكم لعب لعبه جي تي اي 4، اذا لم تلعبوا جي تي اي 4 فلقد فاتكم الكثير. قصه نيكو بيلي قصه خرافيه جدا، انصحكم ان تلعبوا تلك اللعبه. بالفعل الجرافيك فيها ليس جميل، الالوان في تلك اللعبه سيئه شيئا ما، لكن قصتها ممتعه جدا. اغلب اصلا قصص العاب جي تي اي ممتعه. المهم بعد خروج لعبه جي تي اي 6 هناك شخصيات كانت في لعبه جي تي اي 4 ظهرت في لعبه جي تي اي 6. بعض هذه الشخصيات ظهر ظهورا رسميا والبعض الاخر ظهر ظهورا ثانويا، مثل مثلا جوني ظهر فقط اثناء فتحنا شخصيه تريفر وبعدها لقد مات مباشره، يعني ظهر فقط في الكاتسين تحت شمعه تريفر، قتل تريفر انهى حياته كما فعل اصلا بالنسبه لنيكو بيليك. اذا كان هذا الخبر مفاجئا لك، نعم يا صديقي، تريفر لقد قام بقتل كذلك نيكو بيليك. بالتحريات وبالبراهين لقد نشرت مقاطع معكم السابقه، ابحثوا عن نيكو بيليك عندي في القناه وستظهر لكم تلك المقاطع اذا اردتم معرفه القصه. المهم كذلك ظهرت شخصيات لازلو، وهذه شخصيات لازلو ظهرت في العديد والعديد من اجزاء اللعبه. ظهر في جي تي اي 3، ظهر كذلك في جي تي اي 4، ظهر في الفايس سيتي، الفايس سيتي ستوريز، ليبر سيتي، كذلك ليبر سيتي ستوريز. يعني شخصيات لازلو من بين الشخصيات المهمه جدا، وظهر في اغلب نسخ لعبه جي تي اي 5. هناك شخصيات لها ادوار صغيره ولا زالت تظهر كذلك في الاونلاين، وهي شخصيات باكي ماكريري. كلكم يعرفوا هذا الشخص، اخت باكي ماكريري حبيبها كان هو نيكو بيليك، كان يحبها كثيرا، اراد الزواج منها، لكن في الاخير حدث ما حدث ولم يستطع نيكو بيليك الزواج باخت باكي ماكريري. المهم باكي ماكريري لا زال على قيد الحياه ولا زال لديه وجود قوي في لعبه جي تي اي 5 كذلك. في الهايست الخاصه بالاونلاين يمكنكم استدعائه اذا التقيتم به واذا فتحتموه في احد المهام الثانويه، يعني ان لديه دور مهم. اخر تسريبات وصلتنا، التسريبات تقول بان لعبه جي تي اي 6 ستكون في خريطه الفايس سيتي، وهناك حالتان لا ثالث لهما، يا اما خريطه الفايس سيتي وهي الخريطه الماخوذه من مدينه ميامي ستكون كبيره جدا، يعني اننا سنستطيع التجول في تلك المنطقه كلها، ممكن ان نسافر اصلا لكوبا، اذا لم يتم ادراج كوبا فان سيتم اكيد ادراج ليبرتي سيتي. بذكر للفايس سيتي، اول شخصيه ستعود يا اصدقائي وستظهر في لعبه جي تي اي 6، هذه الشخصيه لم تظهر نهائيا في لعبه جي تي اي 4، اعتقد ان اغلبكم لقد عرفها، هو مالك الفايس سيتي. اكيد اذا كانت لعبه جي تي اي 6 بالفعل في الفايس سيتي فان مالك الفايس سيتي سيظهر. نعم، من هو مالك الفايس سيتي؟ كلكم يعرفوا اكيد، وهو تومي فيرسيتي. اتوقع اول شخصيه اصدقائي سترجع وستعود بقوه هي شخصيه تومي فيرسيتي، وسنتعامل مع تومي فيرسيتي صراحه لقد اشتقت له، لانه هو الذي اصبح ملك الفايس سيتي بعدما قمنا بتختيم اللعبه ولا زال على قيد الحياه. اذا بحثتم في جميع الجرائد التي تحدثت عن موضوع تومي فيرسيتي فان الغالبيه الساحقه ستقول بان بالفعل تومي فيرسيتي لا زال على قيد الحياه، لا يوجد اي دليل يبين على انه مات، يعني ان تومي فيرسيتي سيظهر يا اصدقائي. اتمنى فقط الا يترك ميامي وان يبقى هناك لكي نلتقي به في لعبه جي تي اي 6. من بين الشخصيات التي ظهرت كذلك في لعبه الفايس سيتي ولا زالت على قيد الحياه هي مرسيدس. كلكم يعرفوا تلك الفتاه بنت احد الاشخاص الاغنياء هناك، ممكن ان تعيد الظهور، ولا استبعد اننا سنتفاجئ لان تومي فيرسيتي سيكون في تلك اللحظه قد تزوج بمرسيدس. هذا صراحه ما اعتقد ان سيحدث، لاننا لن نستطيع اللعب بتومي فيرسيتي. لهذا السبب اذا ظهر تومي فيرسيتي فان سيظهر، سيكون قد كبر في السن، لان اجواء اللعبه ممكن ان تكون في سنه 2020، يعني ان تومي فيرسيتي سيكون قد كبر الى اخره. ممكن ان يظهر لنا هناك اطفال خاصين بتومي فيرسيتي. واو، هذا لا يصدق العقل صراحه. الان سنعود للشخصيات التي ظهرت لنا في لعبه جي تي اي 5 والتي ممكن ان تظهر في لعبه جي تي اي 6. لا يمكننا الا ان نبدا الاسم بليستر. نعم، ليستر شخصيه مهمه جدا في لعبه جي تي اي 5، وليستر عالم بالماضي، عارف بجميع الشخصيات في النسخ القديمه، عارف بالسي جي، عارف كذلك
ذلك بين كوبيريك تومي فيرسيتي يستحيل ألا يظهر ليستر في لعبة جي تي اي 6، لأن ليستر أصلا في لعبة جي تي اي 5 لم يشعر بأداء نهائيا ولم يتم الإمساك به لأنه يستطيع إخفاء البروفايل خاصته، يقوم بالعمليات وبعدها يختفي نهائيا. وفي آخر اللعبة أصلا بعدما قمنا بفعل The Big One وسرقنا الذهب لقد اختفى ليستر ولم نعود نعرف عنه أي شيء. وهنا أستنتج أن ليستر في أي لحظة في إمكانه حمل حقائبه والسفر لي الفايس سيتي وسنلتقي به في لعبة جي تي اي 6. يستحيل صراحة ذلك العقل المدبر ألا يتم استدعائه في لعبة جي تي اي 6 لكي يساعد أصدقائي في عمليات السرقة. ومن بين الدلائل التي تبين على أن ليستر سيعود وسيظهر في جي تي اي 6 هو الأونلاين. الأونلاين في جي تي اي 5 ليستر موجود بشخصيتان أو ببروفايلان. البروفايل الأول هو ليستر العادي والبروفايل الثاني هو ال جي تي بصوت مستعار وهو زعيم الموتر كلوب الأونلاين، يعني يستحيل ألا يظهر مرة أخرى في جي تي اي 6. الشخصية الثانية هي رون. على الأقل رون سيظهر في الراديو الخاص بجي تي اي 6 100%، لأن أصلا هناك ستيشن خاصة برون في لعبة جي تي اي 5 يمكن الاستماع لها. لديها برنامج خرافي يتحدث عن المخلوقات الفضائية ويتحدث عن الكثير من الأسرار. يستحيل ألا يظهر رون كذلك في جي تي اي 6، وإذا ظهر على الأقل فإن سيكون هناك راديو خاص برون. إذا أردتم الاستماع واشتقتم لشخصية رون فإن سيكون أكيد في لعبة جي تي اي 6. وأكيد لا ننسى لازلو. لازلو الشخصية ظهرت في جميع تقريبا نسخ جراند ديفت أوتو، ظهر في جي تي اي 3، ظهر في جي تي اي 4، كذلك في نسخة ليبرتي ستوريز لقد ظهر تقريبا في جميع النسخ، ومؤخرا ظهر كذلك في لعبة جي تي اي 5. يعني اتوقع انه سيظهر مرة اخرى في لعبة جي تي اي 6، رغم ان لازلو لقد انسحب من شركة روكستار جيمز وهو من بين الشخصيات المشهورة جدا والمهمة في شركة روكستار جيمز. ممكن بسبب انسحابه الا يتم ادراجه في لعبة جي تي اي 6، لكنني استبعد ذلك. من بين الشخصيات التي اعتقد انها ستظهر في جي تي اي 6 هي شخصية فابيان. كلكم يعرف فابيان مدرب اليوغا، اتوقع ان سيعيد مرة اخرى الظهور في جي تي اي 6 لكنه لن يكون الشخصية الرسمية في جي تي اي 6. سنلتقي به في احد الكاتسينز العشوائية وسنرى بان فابيان يدرب بعض من الفتيات هناك ويقوم باستغلالهم الى اخره. هذا صراحة ما اعتقده، لن يكون الشخصية الرسمية، سيظهر فقط كشخصية ثانوية. ممكن ان يكون لديه دور مهم في لعبة جي تي اي 6، لا استبعد ذلك، لكي نعيد تلك النوستالجيا الخاصة بلعبة جي تي اي 5. عدا هذا فابيان ستكون لديه علاقة باليوغا مثل لعبة جي تي اي 5. وكذلك لا ننسى طانيشا. طانيشا هي حبيبة فرانكلين التي تركتها وتزوجت بدكتور. اعتقد ان ذلك الدكتور سينتقل للفايس سيتي وحينها سنلتقي بطانيشا. كيف سنلتقي بها لا اعلم، لكن ممكن ان تظهر في احد الكاتسينز الثانوية لكي تعيد لنا شركة روكستار جيمز النوستالجيا ولكي نتذكر فرانكلين الى اخره، لانني اتوقع ان فرانكلين لن يظهر مع الاسف في لعبة جي تي اي 6، بل ان سيختفي كما حدث للسي جي في لعبة جي تي اي سان اندرياس بعدما اختفى نهائيا. نفس الشيء سيحدث لفرانكلين. فرانكلين سيبقى في لوس سانتوس، لن يسافر للفايس سيتي. ممكن في جي تي اي 7، اذا عادت جي تي اي 7 لسان اندرياس فان في تلك اللحظه ممكن ان نلتقي بفرانكلين. عدا هذا فان فرانكلين لن نلتقي به، مايكل كذلك لن نلتقي به ببساطه، لان عندكم خيار قتل مايكل وقتل تريفر، يعني ان يستحيل ان نلتقي بمايكل ولا بتريفر لان تلك الشخصيات لقد ماتت بالنسبه لشركه روكستار جيمز. حتى ولو قمنا نحن كلاعبين باختيار الخيار السي وهو خيار عدم قتل مايكل ولا تريفر، فان يستحيل ان يظهر مايكل او تريفر في نسخ جي تي اي القادمة لأنهم ميتون بالنسبة لشركة روكستار جيمز. مثلا أنا اخترت قتل تريفر وقتلت تريفر فاستمرت في اللعب في لعبة جي تي اي 5 بدون شخصية تريفر. هل يعقل أن أتابع قصة جي تي اي 6 ونجد بأن تريفر لازال على قيد الحياة برغم من أني قتلته؟ هذا لا يعقل يا أصدقائي وغير منطقي نهائيا. الشخصيات التي تم برمجتها على أن سيتم قتلها في اللعبة يستحيل أن تظهر مرة أخرى في النسخ الجديدة، يعني مايكل وتريفر لن يظهروا نهائيا. كذلك فرانكلين أنا متأكد بأنه لن يظهر في لعبة جي تي اي 6، لكن في جي تي اي 7 ممكن أن يظهر مثلا إذا كانت لعبة في سان أندرياس فإن سيكون لديها دور، وذلك الدور سيكون طفيف فقط، لن يكون لديه دورا بطولي. وكانت هذه لائحة الشخصيات التي ظهرت في نسخ جراند ديفت أوتو والتي ممكن أن تظهر في لعبة جي تي اي 6. نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقطع. أخبروني في الردود هل توافقونني الرأي حول هذه اللائحة من الشخصيات التي ذكرتها لكم، وإذا كانت لديكم أسماء خاصة بشخصيات لم أذكرها اذكروها لي في ردود، واذكروا لي السبب الذي جعلكم تعتقدون أن تلك الشخصية ستظهر في لعبة جي تي اي 6. كان معكم ياسين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حتى الملتقى، السلامة يا رفاق.